هي ان احنا ازاي، ودي مهمة جدا، نلعب في حتة اليو ار ال ونظبط بارامتر جوه اليو ار ال ذات نفسه، نظبط بارامتر على اليو ار ال بتاعنا ذات نفسه. بمعنى انا هعمل جد، بس الجد المرة دي مش هجيب كله، انا عايز اجيب مثلا علي، او عايز اجيب محمد عويس، او عايز اجيب شيماء شعبان، او عايز اجيب حد محدد بعين، خلاص، عشان مثلا اعرض في الشاشه دي تفاصيل بيانات وبتاع اي حاجه. اعمل ايه؟ هي قريبه طبعا من هي جت، مش قريبه من جت، هي جت في الاول وفي الاخر، هي جت اهي، يعني هي نفس الجت بس مش ليست ستودنتس، انا هسميها ستودنت، يعني هعملها كده اهي. كل اللي عايز اعمله هي جت، بس مش ليست ستودنتس ولا حاجه. انا كل اللي انا عايز اقوله ان انا هيبقى فيه student وبعد student slash. طبعا في ناس بتحب تعمل كده، يعني بتحب تعمل ايه API version 1 كده، وبعد كده اسم الحاجه وبعد كده slash، ماشي. طبعا لو عندك فيرجنات ممكن تعمل versions، تتحكم في الفيرجنز من خلال السلاش والفيرجن اللي انت عايزه. بس انا هقول لا، انا عايز بس student slash، وبعد السلاش دي انا عاوز الاي دي بتاعه، اكن دي صفحته، يعني student على، لما اكتب كده student على 65 65 72، يبقى دي صفحه شيماء شعبان. student على 55 ابقى عارف ان دي علي سيد. student على 65 65 65 ابقى عارف ان دي محمد عويس والى اخره، خلاص. فانا تخيلت ان student على والاي دي بتاعه، وبالشكل دوت انا اقدر اطلع له داتا سبيسيفيك. طيب انا عملت ايه؟ student على ID. لو في ايرور بطلع ايرور، وهنا هنا اهو تلاحظوا ان احنا كنا عاملين ايه لما كنا بنجيب كل الداتا، كنا بنقول له يا جروب 1 في الكوليكشن اسمه ستودنت فايند، دور، ما كنتش بحدد حاجه، ما كنتش بحدد ايه حاجه. المره دي المفترض ان الوضع مختلف، مفترض ان لما اجي اقول له فايند، اقول له فايند، المفروض ان هو يفايند نفس الكلام كده، بس بدل القوسين الفاضيين دول، هبعت له هنا كويري او استعلام او فلتر، خليها فلتر، والله حلوه فلتر، استخدمناها كله فلتر، خلينا مفلترين، خلاص، فايند بفلتر معين. كل اللي انا محتاجه ان انا اقول له فار، ماشي، هتعمل ايه؟ هقول له الفلتر بتاعنا هو عباره عن بيساوي جيسون فايل بيتكلم على حاجه اسمها اندرسكور اي دي تكون بتساوي ايه؟ قلت له سهله جدا، عارف الريكوست اللي جالي من فوق؟ قال لي قلت له عارف البادي اللي اتبعت؟ قال لي الجيسون فايل اللي مبعوت فيه، مفيش مشكله. انا عاوز منه ايه؟ لا اسف، احنا هنبعته بارامترز، نبعته كبارامترز مبعوته اسمه الاي دي، لان ايه؟ لان في اليو ار ال، لما انا اتكلم في يو ار ال كده، فده بجيبه من حاجه اسمها بارامز، اللي هي اختصار بارامترز، يعني عناوين من فوق جايه لي بالشكل ده. وطبعا طالما ان دي جت ممكن اجربها على البراوزر عادي. فخلاص هيجت البارامتر الموجود فوق اللي اسمه اي دي، اللي هو ده، لان معرفه ما ينفعش هنا، لو انا سميته مثلا ستودنت اي دي كده مثلا، يبقى هنا هستغله نوت واكتب هنا ايه؟ student id عشان نبقى فاهمين. خلاص؟ انا هخليها id كده وخلاص. ماشي؟ كده هتحط جوه الفلتر، وبكده الفايند هي بنفس كل شيء. بس بدل القوسين اللي كانوا فاضيين بتوع الفايند كنا عاملينهم كده، هنقول له لا، احنا هننادي على مين؟ على عمنا فلتر كده مباشرة. ماشي 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 ماشي، تعالى نفتح مع بعضينا الكونسول ونعمل رن تاني عشان يشوف الكود بعد ما زودنا الفلترات والكلام ده كله. تعالى على عمنا بوست مان، وهقول له ان احنا هنسيف از، وهنسمي دي جيت 1، يعني ندور بواحد نحطها برضه جوه جروب واحد، وهقول له هنا المرة دي احنا بننادي على
السترنت على 65 65 65 مثلا يعني. ومش دي مش بوت دي جيت عشان مفيش بادي ومفيش كلام من ده خالص ولا اي دي ولا عايزين الكلام ده ولا اي دي هنا ولا كلام من ده. جبت كده لو انتوا شايفيني كمان ايه الماجنيفاير اللي بيهنج ده انا يعني. المهم كتبت ايه السيورنت على 65 65 65 قلت له بسم الله سند. قال الاي دي 65 65 النيم محمد عويس البيرث ديت كذا 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 ورمالي كل الايه كل الداتا بتاعته عملها لي اريه ايه يعني. لو احنا روحنا على البراوزر وهنا اهو 80 80 قلت له ستورنت سلاش مش فاكر انا عايز ادور على 65 65 70 اللي هي شماء 65 65 70 ودوست انتر رد عليا عادي في البراوزر وبعت لي بقيه الداتا وزود اني بروبلم. طبعا اقدر طبعا ادور على الناس اللي في كايرو اقدر ادور بالتليفون اقدر ادور بالير الناس اللي في سنه ثانيه الناس اللي في سنه اولى الناس اللي في شش. عيش بقى من في الهات وخد والافكار اللي ممكن سيادتك تعملها من خلال الايه من خلال الافكار البسيطه دي. كنت تعمل لوجن اللوجن ساعتها تبقى بسيطه جدا يعني. تعال نجرب مثلا لو احنا عايزين نبحث بالمدينه ممكن تبقى تبحث بالسنه تبحث باي حاجه يعني. هاخد نفس الفكره دي كده خليني في الاخر قمت جاي هنا قلت له والله احنا عايزين نعمل ايه مش 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 السيورنت عايز اعمل حاجه اسمها الكان السيتي سلاش وهنا السيتي اي دي مثلا ونفس الكلام كل الفلتر اللي انا عايزه ان بدل ما كان بيجيب من الاي دي هقول له من الايه من السيتي اي دي ده يعني العمليه في البسيط خالص سيتي اي دي بس مش هيبقى بلعب على الاندر سكور اي دي انا كل اللي هلعب عليه المره دي الادرس صح؟ لان عايز الادرس يكون بتساوي كذا فانا هقول له ابعت له هنا ايه؟ يبقى فلتر بيساوي ان الادرس بيساوي الريكوست دوت بارامترز دوت سيتي اي دي اللي انا بعته فوق. فالادرس هعملها على حاجه اسمها سيتي. مثلا عايز تعمله ادرس اعمله ادرس يعني زي ما انت از يو لايك يعني ممكن تغير في العنوان ده تخليه على ادرس. خلينا ادرس. هو ادرس سلاش وادي السيتي اي دي اللي هو عايزها فانا هجيب السيتي اي دي من البارامتر واحطها في الفاريبل اسمه سيتي وهيفلتر هو على السيتي دي. عمل خلاص بس كده بس كده. يعني لو جينا هنا اهو وعملنا نود تاني على ستودنت دوت جي اس وتعالى هنا نقول له سيب اس كده بتاعت الادرس كل انا هقوله اشيل ستودنت واكتب ايه؟ وهات لنا الناس اللي في كايرو وندوس سند اللي حصل نزل واحد بس كايرو ولا ايه؟ طب تيجي نكتب كده مدينه واحد بس في المدينه الله لازم حد في مكه امال ايه؟ مش عندنا ناس قاعده مع بعض كل واحد من حته صحيح. نخلي الراجل ده الاولاني ده نخليه كايرو زي تحت عشان يبقى في اتنين عندنا كايرو. وتعالى نجرب على كايرو تاني كده بقى في عندي في الداتابيز اتنين كايرو ها. ايه؟ في عندي حاجه علقت في السيرفر. تعال نشوف كده الانستنس بتاعت التيرمينال سيرفر انستنس انفاليد ستيت تا 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 ما اعرفش ايه اللي حصل ممكن يكون بسبب نفس الايه الريفريشنج كده تتنيحه ولا حاجه
انا هعمل كنترول سي كده وارجع تاني ارن من له جديد. وانا جيت على كايرو تعالوا بسم الله سيندينج ادي الكلام الجميل اهو عمل لي اري جيسون اري فيها اوبجكت شايل مريم والاوبجكت التاني شايل شيماء لان الاثنين قاعدين في نفس المنطقه فعرفت اظبط اجيب للناس اللي في نفس المنطقه ده تاني بقى تتحذف للابلكيشن اللي عايز يعرض حاجه معينه فلتر طبعا كانت ممكن تعملوا بقى البرودكت يعني ممكن نعملها البرودكت بقى ونرد بالبرودكت كلام زي كده كده اي ابلكيشن بينادي هينادي بالشكل دوت هيوصل للنتيجه دي ويقدر بقى ياخدها بقى يرميها بقى لو هو بقى اي ابلكيشنز دلوقتي حاليا بيبقى فيه جزء ازاي تتعامل مع الجيسون ياخد الجيسون بقى ويلعب بيه بقى على الشاشه بتاعته وعلى الحاجه بتاعته زي ما هو عايز.